منذ أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بعد قبول استقالة طارق عامر وتعيينه مستشار للرئيس. طبعا ده بيأتي في إطار أنه تطوير السياسات النقدية، ودي ضرورة لأنه في متغيرات اقتصادية عالمية كثيرة. العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، توفير مناخ مناسب للاستثمار. قرار تعيين حسن عبد الله خد ردود فعل أولية، منها إيجابي منها طبعا كل الناس كل واحد بوجهة نظر مختلفة. لكن أستاذ حسن عبد الله له خبرات طويلة في مجال السوق المصرفي سواء داخليا أو خارجيا، لكن عايزين نقول إن الفترة دي المهمة مش سهلة على الإطلاق، في ملفات كتيرة محتاجة شغل كتير في ظل بقى مناخ اقتصادي عالمي مش صعب للغاية زي ما بنقول كده ضايع. توقع المحللين الاقتصاديين أن هيكون الاستثمار الأجنبي المباشر في صدارة اهتمامات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ده غير سعر الفايدة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، غيرها من الملفات البارزة والمهمة اللي هي محل نقاش مجتمعي كبير جدا. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم منورنا. أهلا بك يا فندم. بص أنا مش هتكلم ومش هسأل، لكن هنقل تساؤلات ناس، تساؤلات الشارع. لكن قبل ما انقل هذه التساؤلات، شايف استقالة محافظ البنك المركزي سيد طارق عامر وجاء بتعيين السيد حسن عبد الله قائم بالأعمال، لأنه خلينا نقول إن الاستقالة حتى في كل القنوات سواء بقى العربية أو البان عرب أو القنوات الاقتصادية كان العنوان الرئيسي استقالة مفاجئة. شايف إيه؟ هو استقالة محافظ البنك المركزي يمكن مش هنقول متوقعة، لكن هي كانت فعلا زي ما حضرتك قلت مفاجئة، لكن كان في وقت معين احنا محتاجين تطوير السياسات النقدية لمصر. يعني ايه تطوير السياسات النقدية؟ يعني عندنا ملفات شائكة، ملف زي سعر الفايدة هيتغير، هيتم تثبيته وتم تثبيته للمرة الثانية على التوالي، سعر الجنيه مقابل الدولار. بس هو تم دقيقة واحدة يعني خدني شوية دكتور عبد المنعم، هو تم تثبيته لأنه اجتمعت لجنة السياسات النقدية في وقت لم يكن هناك قائم بأعمال أو لدينا محافظ، هو اجتمعت لجنة السياسات النقدية وتم تثبيت سعر الفايدة. طبقا للمادة 28 من قانون البنك المركزي بتجتمع لجنة السياسات برئاسة محافظ البنك المركزي، لكن في حالة غيابه أنه بيترأس اللجنة أقدم الأعضاء النواب للبنك محافظ البنك المركزي اللي هو السيد جمال نجم، وفعلا بالفعل هو يعني رئيس الاجتماع وكان حاضر فيه كافة الأعضاء. القرار الخاص بلجنة السياسات لا يصدر من محافظ البنك المركزي، لكن اسمها لجنة بيحضر فيها أعضاء النواب محافظ البنك المركزي، أعضاء لجنة السياسات بيستضيفوا خبراء من الخارج يكون ينضم إليهم. فمش عشان غاب الأستاذ طارق عامر لظروف ما أو لاستقالته أنه هيتم عكس أو تغيير القرار الخاص به التثبيت. التثبيت بيبقى البنك المركزي عنده علم به من قبل، أو لجنة السياسات تبقى حاطة أسس، ويمكن بيتم الإعلان ده أن أنا بثبت ليه؟ بثبت والله لأن أنا قبل كده خدت خطوات استباقية بالزيادة، عندي إشكالية أن أنا مش عايز أزود أعباء الموازنة العامة المصرية بأعباء جديدة، لأنه هيأثر على خدمة الدين. بالظبط، خدمة الدين هتزيد. نعم. لأن الحكومة هي أكبر مدين لدى البنوك، وبالتالي أيضا الاستثمارات وكلفة الإنتاج النهارده المشروعات الجديدة لما هتفتح هيكون عندها كلفة تمويل عالية، نتيجة أنها مثلا لو تعاملت خدت لون أو قرض يعني من البنوك أو تسهيلات ائتمانية، كل دي عوامل لدى البنك المركزي. ثانيا السيطرة على التضخم. فخلينا نقول محافظ البنك المركزي القديم أو المستقيل قدم ما لديه من إمكانيات، لكن محتاجين فعلا ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد، محتاجين دم جديد موجود، ويمكن ده ما تم الإفصاح عنه أنه استقالته جاءت نتيجة أنه هو قال أنا عايز الناس جديدة تخش تدي أفكار جديدة في المرحلة القادمة، خاصة زي ما حضرتك تفضلت وقلت في الأول نحن أمام مرحلة حرجة.
نحن أمام اقتصاد عالمي في ضبابية في المشهد، عندنا أزمة مسيطرة على العالم، أزمة اقتصادية كبيرة جدا، حركة رؤوس الأموال وحركة الاستثمارات منخفضة، السياسات النقدية على مستوى العالم مختلفة ومتباينة بشكل كبير، لدينا ملفات مهمة جدا أمام محافظ البنك المركزي الجديد وهو يعني مشهود له بالكفاءة، لدينا ملف تطوير السياسة النقدية. يعني إيه؟ يعني أنا سعر الصرف، هل الجنيه المصري هيظل بقيمته الحالية أم سوف يرتفع أم سوف ينخفض؟ ده عامل مهم، لأنه تكهنات وعملية الضبابية. سؤال جاي لي أنه ممكن يتم تعويم الجنيه المصري؟ مش تعويم، بس أصل كلمة مصطلح التعويم ده احنا خدناه بمفهوم خاطئ، زيه زي موضوع الخصخصة. أول ما بنسمع كلمة خصخصة كلنا بنتلبش، لأن احنا مشيناها غلط. تمام، تعويم الجنيه ان انا احطه على قيمته الحقيقيه. تمام، هل تعويم الجنيه هل التعويم ده يقصد به فقط التخفيض ام ممكن الارتفاع؟ لا، ممكن يكون ارتفاع. تمام، طب هل مصلحه مصر حاليا في الوقت الحالي هو تخفيض قيمه الجنيه؟ انا الاجابه عندي لا، حاليا لا، ما اقدرش اخفض تاني، لكن اعمل مجموعه من السياسات المطلوب منها انه ادعم قيمه الجنيه مقابل الدولار. بس هو مش قيمته الحقيقيه اللي موجوده دلوقتي. لا، قيمته الحقيقيه لا، مش يعني خلينا واصلين مع بعض النقطه ان مش دي القيمه الحقيقيه للجنيه. المؤسسات الماليه نعم والبنوك العالميه اعلنت انه الجنيه مقوم باعلى من قيمته في الوقت صحيح. الحالي صحيح. فانت طب قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تقلل، وده الحل السهل، انك تقلل بكره الصبح هخلي الجنيه اقل من قيمته الحقيقيه على الاقل ب 10%، لكن الحل الاصعب وده اللي المفروض يتم ان انا ادعم موقف الجنيه، ادعمه بايه؟ ان انا ازود الجنيه الدولار ده فندم زيه زي اي سلعه، محتاج طلب وعرض، فانا عشان ازود قيمه الجنيه مقابل الدولار محتاج ادعم الجنيه. يعني ايه ادعمه؟ يعني ازود الحصيله الدولاريه اللي جايه لي. ازاي يا فندم؟ ازود تمام، حلو قوي. ازودها ازاي؟ ازودها بحلول، مش هنقول بقى خارج الصندوق، لا لا، من جوه الصندوق نفسه في 100 حل نقدر نحل بيه. اول حلول ان انا ادعم الاستثمارات الاجنبيه، انا محتاج استثمار اجنبي مباشر يدخل الدوله المصريه. يعني ايه استثمار؟ يعني صندوق سيادي او مستثمر شركه يدخل باموال موجوده بعمل مصانع وعمل شركات. طب ده محتاج ايه؟ تسهيل في الاجراءات. طب محتاج ايه تاني؟ محتاج ان انا اعمل افكار جديده، زي انا النهارده عندي كام مستثمر اجنبي داخل مصر؟ الاعداد او الاحصائيات بتقول حوالي 6 مليون مستثمر، ده اعداد تراكميه يعني متكونه خلال السنوات الماضيه. لو انا باخد من كل مستثمر 10,000 دولار عشان الاقامه السنويه الخاصه بيه او لمده 5 سنين، فانا تكون عليا لو مليون واحد اكتر من 10 مليار دولار اللي انا بسعى اخدهم من البنك المركزي. لا، في حلول ممكن نعملها حلقه للحلول اللي نجيب دولارات ازاي. النقطه الثانيه، فمحافظ البنك المركزي وامامه ملف تسعير الجنيه، وان لابد ان يكون هناك افصاح على السياسات النقديه لمصر عشان نبتعد عن شبهه التكهنات، عن شبهه الضبابيه، عن المؤسسات الدوليه تبقى عارفه احنا ماشيين ازاي، وضعنا ايه حاليا، وسوف نسير ازاي. النقطه الثانيه التضخم، ده ملف مهم جدا. البنك المركزي احد يعني وظائفه الاساسيه السيطره والهيمنه وتخفيض التضخم او زياده الاسعار داخل السوق المصري. ده هو ده الاداه بتاعته. ايوه، بس الدول العالميه مش قادره تعمل هذه السيطره على التضخم، يعني كل دوله بتختلف عن كل دوله عن دوله ثانيه. بس بمعنى شايفين التضخم عامل ازاي في كل الدول؟ التضخم في مصر منقول لينا، لان انت بتستورد فاتوره استيراد خارجيه عاليه. طب انا النهارده كملف ثالث بقى، ملف الاستيراد، السوق النهارده مخنوق شويه نتيجه الاستيراد واقف، او الاستيراد مش واقف، هنقول في اجراءات وضوابط يعني محجمه ومقلله حجم الاستيراد من الخارج، وده صح، بس هل ما تم تنفيذه من اتخاذ هذا القرار كان سليم؟ هل النهارده المصانع بدات النهارده المصانع اللي هي كانت بتستورد النهارده رجعت تاني بتستورد المكونات السلعيه؟ طب التجار النهارده بدا في امتناع او تقليل لحجم الاستيراد الخارجي، طب انا عندي جزء من التجار ده بيستورد مستلزمات مصانع، طب عملنا معاها ايه؟ هل بيتم استيرادها او بيتم تسهيل الاجراءات؟ هل فكره ان انا اعتمد على فكره اعتماد مستند ياخد مده طويله شهرين او 3 اشهر ده صح؟ ولا اقعد مع الناس، وده كان المطلوب، يعني القرارات المصيريه وخاصه الاقتصاديه لا يجب ان يتم اتخاذها فرديا.
لابد من اتخاذها بالجلوس مع أصحاب العاملين في هذا السوق. يعني أنا النهارده هاخد قرار خاص بمصانع الحديد، ما ينفعش أعمله لوحدي، لازم أقعد مع أصحاب المصانع ومع الناس المسيطرة عنه وأشوف هنعمل معاهم إيه وهم ردود أفعالهم إيه. بدليل إنه لما كان بيطلع قرار زي مثلا مد فترة الاستيراد عن طريق الاعتماد المستندي، رئيس الجمهورية نفسه تدخل، رئيس عبد الفتاح السيسي، بانه يغير هذا القرار بايه؟ انه لا، المصانع تستثنى من هذا الموضوع، تمام؟ اذا يبقى ما فيش مستلزمات الانتاج. مستلزمات الانتاج. طب وحصل ايه فيها من ساعه ما قررت؟ لا، بيتم النهارده المصانع بتقوم باستيراد مستلزمات الانتاج، بس انا عندي لسه اشكاليه في التجاره، واحنا كلنا شايفين التجاره متوقفه او الاستيراد الخارجي في اجراءات طويله بتقلل من حجم الاستيراد من الخارج. يبقى ملف الاستيراد من الخارج ده برضه ملف مهم جدا. هل اجتماع السيد الرئيس بالامس مع دكتور محمد معيط وكان في جزء من هذا الاجتماع حول الجمارك، هل ممكن يكونوا تطرقوا لهذا الموضوع؟ ممكن طبعا، لانه انت النهارده محتاجه نخفض كلفه الانتاج، ومن ضمن كلفة الإنتاج هي الجمارك أو الرسوم الجمركية. هل هيتم تخفيضها؟ الدولار الجمركي هل سيظل عند رقم معين أم سوف يزيد؟ كل دي عوامل أنت عشان تشجع استثمار وتشجع عملية حركة رواج داخل السوق المصري، أنت محتاجة مجموعة من الآليات. من ضمن برضو الملفات المهمة التنسيق، لابد أن يكون تنسيق ما بين محافظ البنك المركزي المتحكم أو البنك المركزي المتحكم والمهيمن على السياسة النقدية، وما بين سياسة مالية متحكم فيها حكومة أو وزارة مالية. التنسيق ده مهم جدا. طب هل كان موجود؟ اه كان موجود، بس احنا محتاجين زيادة فيه. طب زيادة فيه في موضوع الجمارك، موضوع الاستيراد، موضوع دعم الصادرات هيتم عمل في ايه، كل دي عوامل أو موضوعات مطروحة أمام محافظ البنك المركزي. وجود حلول جديدة، احنا عندنا تحولات العاملين بالخارج كام؟ حوالي 31 مليار دولار. طب هل في امكانيه زيادتها؟ هي زادت، بس انا في ممكن ازود تاني؟ اه ازود، ان انا اوجد وسيله او يعني نقول بدائل اللي هم العاملين بالخارج انه ممكن يستثمروا في مصر، سواء بتحويلات سهله، سواء كان بشهادات استثمار بعائد اعلى من العائد الخارجي الاجنبي ولكن اقل من الاستدانه من الخارج في الوقت الحالي. النهارده مشاورات البنك المركزي ووزاره الماليه او الحكومه مع صندوق النقد الدولي هتتم على ايه؟ او وده ملف مهم جدا، هل احنا بحاجه الى اقتراض جديد بمبلغ يعني يتجاوز ال 10 مليار دولار مثلا، او من 10 ل 15 مليار دولار كسد؟ 12 او 13 مليار، هو من 10 ل 15 لم يتم التحديد بدقه. لكن هل الملف ده، طب انا محتاج، طب ايه الاشتراطات والضوابط الجديده اللي هتكون موجوده؟ طب هل انا عندي بدائل اخرى؟ هل انا عندي لو انا وفرت صناديق سياديه او صناديق استثمار انها تقوم باستثمارات بهذه المبالغ، مش ده يكون افضل ليا؟ ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن ذلك، انه حتى جزء من الودائع اللي جايه من اخواتنا واشقائنا العرب انها ممكن تتحول للاستثمار. اذا زي صندوق السياده السعودي اللي هو من كام يوم شفناه. نعم بالظبط، ونفس الكلام صندوق السياده الاماراتي، البحريني، القطري، ايضا داخل بمجموعه من الاستثمارات. احنا عندنا فرص استثماريه كبيره جدا، خاصه انه حاليا الوضع في اوروبا كاستثمار سيء للغايه، وده مصلحه لينا احنا. الاستثمارات في الولايات المتحده الامريكيه سيئه للغايه، وده مصلحه لينا احنا. طب ده معناه ايه؟ معناها التحول بالصناديق السياديه في الوطن العربي وفي شرق اسيا انها قد تتحول لاستثمارات في الشرق الاوسط. طب مصر مؤهله لده، مؤهله ببنيه يعني بنيه تحتيه جيده، بمناخ استثماري جيد، عندنا فرص بديله للاستثمارات متنوعه، كل ده ممكن اقدر اجلبه باستثمارات، وده دور محافظ البنك المركزي. طيب دكتور عبد المنعم، سريعا، هل البنك ممكن يرفع سعر الفايده؟ يعني انا جالي السؤال ده وحضرتك بتقول بالنسبه للمصريين اللي في الخارج. لا انا بتكلم على انه يعمل شهادات استثمار دولاريه دولاريه طبعا، احنا ما بنتكلمش على الجنيه المصري. لا 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 خالص، يعني مش ممكن يرفع سعر الفايده الفتره القادمه. لا، الجنيه المصري تم تثبيته، ومش لجنه سياساتها هتجتمع بعد 6 اسابيع. نعم. ولكن هو الافضل دائما لنا هو التثبيت او التخفيض. التثبيت او التخفيض ده الافضل. طيب نقطه كمان بس سريعا بعد اذنكم، نقطه كمان، هل
هناك يعني العالم كله داخل في حالة ركود اقتصادي. صحيح. هل هناك استثمار في حالة الركود الاقتصادي؟ تمام. ممكن؟ حالة الركود الاقتصادي بتتحول رؤوس الأموال من الدول التي فيها ركود زي دول الاتحاد الأوروبي 19 دولة دول وتذهب لمناطق أخرى. مصر مؤهلة لجذب استثمارات. دليلنا على كده أن وزير الصناعة الألماني أعلن أن كثير من الصناعات نظرا لنقص الطاقة والغاز سوف يتم تحويلها لخارج ألمانيا، وبالتالي دي فرصة أن أنا أحول هذه المصانع لمصر زي ما عملت المغرب في بعض المصانع. صحيح. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا في حاجات كتير، بشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده بتكون فقرتنا، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. بعد الفاصل إن شاء الله موعدكم مع الفقرة الطبية اليومية.